مساء الخير. اهلا وسهلا. قولي للست ايه بدي اجي. اتفضل اتفضل. لاخر مره عم اقول لك فكري. بشو بدي افكر؟ فكري انه نكون لحالنا انا وياك بس نهرب لبعيد، ما معنا حدا. انا بحبك بحبك وبدي اياكي افهمي بقى. وقف مشان الله ما تروح تتركها مع ابن هالحرام لحالها. تعال معي. ما بدك ما بدك ياني. من زمان قلت لك انت وغيرك محاربين علي، بس انت ما بدك تفهم. هذا اخر كلام عندك؟ ولك فكري فكري قبل ما تردي، لانه هالمره عن جد غير كل مره. ايه بس انا ولا مره كان عندي غير هالحكي. شفتي شلون انك بدك تخربيها؟ ابي باسه راسك بدك تخربيها؟ شو يعني بدي اخربها؟ يعني رح نكشف المخبى يا بلقيس، رح اقول للعالم كله انك بلقيس بنت الضيعه اللي هربانه منها لانه قتلت اغا الضيعه. رح اقول للعالم كله انك انت مسلمه مالك يهوديه، وانه ايف على بعضها كلياتها كذبه انا ساويتها. اسمعي، يا بتكوني الي يا بتموتي. املك رابطه ولا اصله لسانه.